السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب الرسول ثالث مسموع نقدم لكم قصة حب المعتمد ابن عباد واعتماد الرميكية والنهاية في السجن. المعتمد ابن عباد واعتماد الرميكية قصة عشق ولدت في البذخ وانتهت في غياهب السجون. بداية القصة، ولدت اعتماد الرميكية بين عامي 437 و439 هجري، وكانت جارية عند رجل مسلم من أهل إشبيلية يدعى رميك ابن حجاج. ومع أنها كانت ذات جمال آخذ ومواهب أدبية، فإن سيدها كان يشغلها في عربات الدواب، لكن مهنتها هذه كانت سبب في تغيير حياتها للأبد. فبينما هي خارجة ذات يوم إذ أبصرها الأمير محمد ابن عباد، وكان أكبر منها بضع سنين، فأعجب بها أيما إعجاب، ثم أعتقها وتزوجها. اشتق لقبه من حروف اسمها. بعد وفاة حاكم إشبيلية المعتضد ابن عباد عام 461 هجرية، تولى ابنه محمد الحكم، فاتسع سلطانه في المنطقة حتى بلغ مدن أخرى منها قرطبة وبلنسية. كان من عادة ملوك الأندلس تغيير أسمائهم إذا تسلموا مقاليد الحكم، وقد اختار محمد أن يلقب بالمعتمد اشتقاقا من اسم حبيبته اعتماد، التي أصبحت السيدة الأولى في المملكة بعد أن كانت جارية. أسطورة البذخ والدلال. استغلت الرميكية شغف ابن عباد بها إلى أقصى درجة، فكانت سيدة الدلال في المملكة، وتروى عنها مبالغات كثيرة في الإسراف والبذخ، من ذلك أنها أمرت بطلاء القصور بالمسك والعنبر، وأن المعتمد زرع أشجار اللوز لتضفي لونا أبيضا على المكان في فصل الربيع، لأن اعتماد أعجب بمنظر الثلج. ومهما كتبت عنها كتب التاريخ أيضا، أنها ذات مرة تذكرت أيام كانت جارية تعبر لجة الطين تنقل الماء إلى بيتها، فأقام لها المعتمد مستنقعا من الحناء والعنبر والمسك والكافور وماء الورد لكي تمشي عليه. ولا يوم الطين. من علاقة العاشقين خرج المثل ولا يوم الطين، وهي كلمة قالها المعتمد لها ذات يوم حين قالت له: والله ما رأيت منك خيرا. فرد عليها: ولا يوم الطين، تذكيرا لها بما فعله من أجلها في قصة مستنقع الحناء. أضحى هذا المثل سائرا بين الناس، يستخدمه الأزواج عند ذكران الجميل، أو بين الناس عموما عندما ينسى أحدهم معروف الآخر وتضحياته. عشق بدأ بيت شعر. كانت رميكية شاعرة مشتهرة بممارسة الشعر، وذلك شغف شاركته مع زوجها، وكان من الملوك القلائل الذين بلغوا مبلغا في ميدان القريض. ومع أن شعر المعتمد بقي إلى يومنا هذا، فإن شعر الرميكية لا تقوم عليه شواهد كبيرة، لكن يحكى أن قصة عشقهما بدأت بإكمالها بيتا شعريا نظمه المعتمد. فقد كان المعتمد يومئذ عند النهر مع وزيره أبي بكر ابن عمار، فلما زردت الريح النهر قال له ابن عباد: أي أكمل، صنع الريح من الماء زرد. فعجز الوزير، فقالت الرميكية وكانت بجانب النهر: أي درع لقتال لو جمد. ومما قال المعتمد في الرميكية: أغائبة الشخص عن ناظري وحاضرات في صميم الفؤاد، عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السهاد. وفي موضع آخر يقول: دسست أسمك الحلو في طي شعري وألفت فيه حروف اعتمادي. الخلاف مع يوسف ابن تشفين. نشب خلافهم بين المعتمد ابن عباد وأمير المرادطين يوسف ابن تشفين، والسبب فيما يقال أن المعتمد
هم بالاستنجاد بالملك ألفونسو السادس، مع أنهما كانا عدوين خاضا حروبا دامية، ونتجت حربهما عن استنجاد المعتمد بابن تاشفين فأنجدهم في معركة الزلاقة. كانت علاقة المعتمد بابن تاشفين جيدة بعد الزلاقة، فقد انهزمت جيوش الكاثوليك بفض نجدة ابن تاشفين، لكن الخلافات سرعان ما عادت إلى ممالك الأندلس. ويرى بعض المؤرخين أن المعتمد خشي استحواذ المرابطين على الأندلس، لذلك طلب نجدة ألفونسو السادس، وكان ذلك سبب في أسر ابن تاشفين له ولأهله، ثم سجنهم في أغامد بضواحي مراكش. نهاية في سجن أغامد. عاش المعتمد ابن عباد مع الرومانكية وأولادهما زمنا في طنجة شمال المغرب، ثم نقلوا إلى سجن قلعة أغامد جنوبي مراقش، فذاقوا شظف العيش بعد سنوات النعيم، بل إن إحدى بنات المعتمد بيعت في أسواق النخاسة، وأصبح الملك الغني فقيرا لا يملك قوت يومه. لم تطق اعتماد قساوة المنفى، فماتت عام 488 هجرية بعد 5 سنوات من السجن، ولم يطق المعتمد فراقها، فلحق بها بعد في نفس العام. وكانت وصيتهما أن يدفنا متجاورين، وقد تم لهما ذلك، ولا زال قبرهما مفتوحا للزوار قريبا من مدينة مراكش.